في هذا الفيديو قررت بأني أنزل الشارع وأسأل الناس أسئلة المتابعين اللي أخذتها من تويتر والإنستغرام، واللي جاوب على بعض الأسئلة صح فرح نعطيه هدايا من موقع سوق أنمي. ولكن الأسئلة ما راح تكون بهذه السهولة. الحين الصابونة لما تطيح في الأرض هل تصير وسخة؟ فأنا مهتم صراحة أني أسمع إجابتك. فإذا عجبك الفيديو هذا فلا تنسى لايك ولا اشتراك إذا ما كنت مشترك، وهيا بينا لنبدأ. أحمد وعبد العزيز اليوم يعني أول ناس عندنا، فشو بنسألهم؟ بنسألهم سؤال غريب عجيب، إذا عرفوا إجابته فبيحصلون خلنا نطلع لوحة ون بيس. تابعون انمي انتوا ولا؟ ايوه تابع. ايوه ون بيس تابعته؟ ايوه تابع. بس خلاص اجل اللوحة هذه يعني بتكون خرافية. ايش الشخصية اللي تحبها؟ مو بشانكس؟ لا يمكن زورو. اوكي زورو موجود هنا؟ عيب عليك والله موجود هنا والله هذا سوي عليه زوم. حلو ممتاز. اجل الحين انا بسألك سؤال عن ون بيس. اللي يمر ورا الكاميرا والله انها خطيرة. السؤال يقول لك لما صابونة تطيح في الارض هل تصير وسخة؟ ايوه. بس هي صابونة يعني تقتل الجراثيم؟ لا تصير وسخة. طيب اوكي، ولو كانت صابونة ديتول تقضي على 99.9% طبعا باقي 1% بعد وسخة. اوكي صراحة اقنعني صراحة. عطي يا مدير لوحة ون بيساوية. انا ون بيس فعلا فرحان فيها يعني، فهمت؟ على الاقل شيء جبت لي انا اشوفه. ما هو انا هذا اللي انا كنت خايف منه. كنت سأل سؤال عن ون بيس. كان لازم سؤال ون بيس. ايوه سأل عن ون بيس. اذا غلط يسحب منه. اوه اوكي. طيب اول شيء تتابع انمي؟ ايه انوي؟ انمي؟ ايوه. والله سمعت فيها صراحة. انمي ايوه. لا ما اعرف ايش يعني. حلو، اجل الحين السؤال هذا يعني اقوى سؤال عن انمي، هل الارض كرويه ولا مسطحه؟ هم بيقولوا مسطحه بس انا شايفها يعني مسطحه. انا شايفها مسطحه. ايه تابع. تابعون انمي؟ حلو، اجل انا عندي لكم سؤال قوي جدا، اذا جاوبت عليه صح عندي جواز هناك في 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 الصندوق السحري هناك. هو مو صندوق، هي اللي هي عموما. طيب اوكي انا بحاول اقرب لك عليها. هذا انمي هذا مسلسل كرتون يمكن. كرتون عليك نور. ايوه حقت الاطفال صح؟ ايوه الصغاريه بس. ايوه الاطفال الصغار. اطفال صغار. حلو جميل جدا. طيب اطفال صغار. الصابونه لما تطيح في الارض هل تصير وسخه؟ لا. ليه؟ لانها صابونه. لنا صابونه صراحه يعني انا ما اقدر اجادل هنا صراحه. انا ما اثنين قاعدين يجادلون ضدي، انا اثنين ضد واحد، شو اسوي؟ ما اقدر. هذا نفر ولد ولا بنت؟ بنت 100% بنت. ما في 100% ولد. ما في. هذا ولد محمد. عندي شيء. لا محمد عربي ايش فيك عربي. الحين شايف الشخصيه هذه؟ ايوه الشخصيه هذه. ايه واحد. ايوه مين اكبر في العمر؟ الثاني هذاك. ايه ده؟ هذا اكبر في العمر؟ ايوه. ما هو بيتحول. يتحول؟ ايوه. متاكد ما تابع انمي؟ والله تابعت بس على خفيف يعني افلام كرتون. اوكي بس انت تشوف ان هذا اكبر من هذا؟ لا اكيد طبعا، اكيد هذا اكبر من هذاك. الحين مين اكبر، هذا ولا هذا؟ هذا اكبر. هذا؟ هذا؟ ايوه. يتشاف؟ اه. تشوف هذا اكبر من هذاك. للاسف الشديد وقعت في فخ الرسوم المتحركه يا باي. ايوه. هذا اكبر من هذا بمئات اذا ما كانت الاف السنين. لا انا قلت لك هذا الصغير. ايوه اكبر من هذاك. انا قلت لك هذا اكبر من هذاك. انا مخي تلحس صراحه. انا مخي تلحس والله العظيم. يعني انت كان قصدك ان هذا اكبر؟ ايوه لانه بيتحول. ايوه شوف انا فهمتها. صحيح يا مان صحيح. شفت. انا فاهمك. ايوه صح تحول. ايوه هو هم الاثنين شخصيه واحده. ايوه بس لما يكون في معركه يكون في ايوه بيتحول. صحيح. الفكره تعرف ليش قاعد اضحك؟ لان كلامه صح. الحين البرتقال كان لون ولا فاكهه اول؟ فاكهه كانت اول فاكهه. متأكد؟ ما كان في لون اسمه برتقالي بعدين سموا البرتقال على لا فاكهة. مخرجنا عندك تعليق؟ أبدا ما عندي تعليق صراحة. الرجال يعني كلامه صحيح يا مخرج. أنت دائما تتفق مع ليه
اتفق معي مره واحده. اللي سال السؤال هذا يعني ما ادري مين، لكن متابعينك للاسف يعني ما معلوم هذا نفر؟ معلوم معلوم يا يا معلوم 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 معلوم. ايوه هذا نفر شو يسوي؟ سناب سغوده سناب سغوده سناب سغود سعود. اوكي هذا هذا نفر اسمه اللي هو سعود. هذا ما في كبير زياده هذا ما في كبير زياده 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 كبير. اول شيء هذا ولد ولا بنت؟ ولد. هذا ولد؟ هذا بنت. هذا بنت انمي تمام انمي. ايوه ولد ولا بنت؟ ايه هذا شعر اكيد بنت. ما له شعر ولا انا شوف نراجع خلف الكواليس. هذا ولد ولا بنت؟ انا اقول بنت بعد بنت بنت. انا اقول معاهم انا مع الناس انا انت مع الناس. انا بعد شايفها بنت الصراحه، بس اللي رسل لي السؤال يقول ولد. ولا ليش بابا؟ لا ما اعرف كيف ما اعرف كيف. توك اوكي اوكي انت عندك فرصه. مين؟ لا 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 انا اريد اعطيهم جائزه صراحه. بس هذا ولد ولا بنت؟ طيب هذا ولد. ولد هذا ولد مو بنت. كفو عليك كفو عليك. خسارة ولد. لا لا ولد ولا صح صح صح, 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 صح. لا لا والله صح والله صح والله يستاهلون. دقيقه دقيقه دقيقه. شعار فيلق الاستطلاع هذا الوشاح ماله تبع ناروتو. ناروتو اي بعرفه أنا. بس مجرد انه يعرفه السقف الانميات مجرد انه يعرفه ما عندي اي مشكله. لازم يجول كومبو مع بعض كومبو مع بعض. اكيد متابع ناروتو عرفت ايش هذا. هذا هذا الشعار بيلبسه ناروتو. لا 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 عرف 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 صراحة عرف عرف. هذه هي ربطة الرأس حقت الشينوبي وداخلها الكوناي النارية. غير شكل يعني كويسة. أيوة هذا كويسة كويسة كويسة. أيوة أيوة. وهذه شكلها من برا بايخ، بس صدقني لما تلبسها تطلع أنت يعني من الفيلق. نجربها خلف الكواليس. لا لا جر 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 لا 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 لا. اسمع المشكلة أنا ما جهز أسئلة وين بيساوية كيف ترتيب. خلاص أنا عندي سؤال من عندي. أنا عندي سؤال من عند أنا سؤال من عندي. أنا ضد أوكيجي. مين تتوقع بيدل الثاني؟ أوكيجي. لا أوكيجي أوكيجي بس أنل. أوكي أنل ديفل فوت مالك قوي، بس يعني أوكيجي أدمر الكان. بس برق ضد مي. مي ولا ثلج؟ بس ثلج ثلج. بس اللي ما ثلج هو ثلج مي ولا. أوكي بس أوكيجي يعني وهو قوي يعتبر، فهمت؟ أنا أحس أوكيجي أنا. من انا 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 صراحه اميل لطرف انا صراحه، لان عنده مت الاوتشي هورافا يعني. انا متحيز جدا. انا اقول قصدي اوكيجي. انا معك اوكيجي اوكيجي. اما حتى انت يا ريت اوكيجي يستاهل. اوكيجي صح كفو عليك. اوكيجي اوكيجي انا معك. قدو انل. هذا قدو انل. قدو انل مين يا عمي؟ انزل من لوفي. زورو كان بيقدر عليه شويه. ايوه زورو كان بيقدر عليه. زورو كان بيقدر عليه. انت تقول عشان مطاط صح؟ انت تقول انه فاز لانه مطاط لوفي كان صح؟ بس هذا زورا هذا مو مقنع يعني صراحه. زورا حتى مثل ما قال زورا كان يقدر يفوز عليه. كم عليك كم عليك والله. انا بالنسبه لي شيء انا الله الله يستاهل زورك وقتها كان يقدر يفوز علينا. انا بالنسبه لي ايوه والله زورا يا اخي قوي الف زورا نار. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا انا, أنا شكلي كنت اتابع نسخه ثانيه من ون بيس. هذا ولد البنت؟ هذا ولد. بعد لي اضاءه التلفون بس عنده سؤال بنت بس شكله ولد. اي ولد ولد. ما تحس بان شكله ممكن عنده شعر بنت بس ممكن عنده شكله شعر بنت. ايوه ايوه. انت تابعت هنتر؟ ايوه. انا قاعد اسال عن هذا. نمله نمله. انا رايي نمله. ايوه اوكي بس ولد البنت؟ والله دحسوا هم قالوا. ما هو انا هذا هو سؤالي يعني. ولد خلاص ولد. طب خلاص اوكي. بما انك انت يعني نوعا ما صدق ان الموضوع مريب جدا، بسال عن هذا. هذا ولد ولا بنت؟ ولد ملزاه. ثواني هذا ولد. ها ولد. او شكله ولد. شكله ولد. انت تقول ولد. ايوه بس بيشبه بنت بس ولد. يشبه بنت. ايوه بس ولد. لا 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 صراحه صراحه صراحه. تعرف رويته اي شخصيه رويته؟ شو قالوا؟ قالوا انه ولد. لا 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 والله يستحقون اللوحه. والله يستحقون. لا والله والله كفو عليكم والله كفو عليكم. يا اتس فور 1 مينيت اونلي كويكلي نوت اتس نوت الاو. جتنا يعني تقليعه محترمه يا شباب. قالوا لنا انقلعوا من هنا ما ينفع نسجل. يعني الرجل المحترم ده كان عايز يبقى مع الناس بس هم مش عايزينه يخليه مع الناس. والله انا كنت مهتم في الاجابه الصراحه ان الارض كرويه لو مسطحه يعني فاهم. كنا انا تصور لسه مع بعض في الموضوع بس هو ما لحقش يخلينا نتكلم هي مسطحه ولا كرويه.
خلاص مش مشكله مش مشكله خلاص الحين كذا انهيناها يا جماعه. والحين وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى لكم اذا عجبكم لايك والاشتراك، وما كنت بالشركه مدير، نراكم في الفيديوهات القادمه والسلام عليكم.